أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانية. من أجل شقاء المساكين وتنهد البائسين الآن أقوم، يقول الرب، أصنع الخلاص علانية. قم اصنع الخلاص علانية، استل سيفك وانجح واملك. انت سايب العالم كده ليه؟ اتخانق مع ربنا، قل له سايب الدنيا دي ليه؟ دول مش اولادك، دول مش خليقتك، دول مش رعيتك، سايبهم ليه؟ للرب الارض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها. أول معنى للملكوت إن الله يملك على العالم. ملكوت الله معناها ضياع مملكة الشيطان ومملكة العالم، ولا تعود الخطية تملك في قلوبكم، إنما ربنا يصير الملك. كيف يملك الرب على العالم كله؟ كيف يملك الرب على النفس البشرية في الداخل؟ يملك على العقل، على القلب، على المشاعر، على الحواس، على الرغبات. يملك الإنسان كله. وكما يقول الله، ملكوت الله داخلكم، ملكوت الله داخلكم. في حاجة بيسموها القديسين مزاقة الملكوت، يعني تدوء الملكوت على الأرض قبل ما تتمتع به في السماء. والذي لم يزق الملكوت ها هنا لا يمكن أن يتمتع به هناك. فأنت برضو حدد موقفك، أنت ملك المين؟ هل أنت ملك للعالم ولا أنت ملك لله، ولا أنت ملك للشيطان، ولا أنت ملك للخطية؟ جاهدوا لكي تنالوا حريتكم، لكي تتحرروا من الداخل، فلا يملككم العالم ولا الشيطان ولا العادات ولا الرغبات. أهل العالم مشغولين بالتفاهات اللي موجودة في العالم، مشغولين بالتراب اللي موجود في العالم، مشغولين بشهوة الجسد والعين وتعظم المعيشة. أما أولاد الله مشغولون بالملكوت الأبدي. اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. صلوا في كل يوم ليأتي ملكوتك، مش مجرد صلاة. تصلوا ليأتي ملكوتك وتجاهدوا لكي تبنوا هذا الملكوت. تشتركوا مع الروح القدس في بناء الملكوت، وتصيرون عاملين مع الله من أجل الملكوت. تكرزوا ببشارة الملكوت لكي يملك الله على كل قلب. أجمع خراف الله المتفرقة إلى واحد، أملأ بيت الله من الناس، أملأ قلوب الناس من الحب، أسكن الله في قلوب الناس وأسكن الناس في قلوب الله. ده شغل الملكوت.
احنا بنستغرب لما بنلاقي مملكة الله تقل في العالم. ناس كتير بيسيبوا ربنا وبيجروا ورا العالم. والكنيسة بتعمل ايه؟ الكنيسة في الغرب وفي الشرق بتشتغل ايه؟ يسيب اولاد الله يتبددون، ملكوت الله ينحل. طب وانت يا حبيبي عملت ايه في الملكوت ده؟ لما نيجي نعمل حسابات الملكوت يطلع ايه الاراد والمنصرف بتاع، ايه اللي عملته، ايه اللي بنيته، ايه اللي بنيته في الملكوت؟ هل انت متفرج في ملكوت الله ولا انت بناء حكيم؟ ايه عملك؟ ولا انت نفسك ضايع مش في الملكوت خالص ولا ليك بيها علاقة؟ صدقوني انتوا دخلتوا عالجاهز، دخلتوا لقيتوا الملكوت مبني، سكنتوا في شقق مفروشة عالجاهز. آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. آخرون تعبوا وأنتم دخلتم على تعبهم. آباؤنا الرسل تعبوا حتى جهزوا لنا هذا المسكن، جهزوا لنا بيت الله في كرازة، في جهاد، في عرق، في دموع، في دم، في استشهاد، لغاية لما وصلت لينا كلمة الله. انتوا في مصر ازاي ملكوت الله وصل ليكم؟ بدم ماري مرقس. ماري مرقس اللي جرجروه على الأرض إلى أن تحطمت عظامه وسحلوه واترمى في السجون. الملكوت اتبنى لكم كده، واتولدتوا لقيتوا كنيسة مبنية جاهزة. ونحن الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك إلى التمام. ونحن الغرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك وانعم علينا بسلامك إلى التمام. خلينا يا رب ثابتين في ملكوتك، واهدينا يا رب إلى ملكوتك.